قاهر الأزمات اسمي وسهيل ذاك نجمي. يا سبأ أنت العتيقة مهما زاد الدهر ضيقة. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا تمام، كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة، وعيدكم مبارك. اليوم راح أخذكم معايا لوج هذه المنطقة، اسمها منطقة الحيمة، الحيمة الداخلية. هي طبعا مو بعيد كثير من صنعاء، هي قريب، يعني تبعد ما يقارب ساعة تقريبا أو شيء. الآن راح نشوف، مش عارفة بصراحة كم بالضبط. إن شاء الله يا رب تستمتعوا معانا ونستمتع كلنا مع بعض، وأصور لكم في فلوج حلو وبس. فضلا إذا كان هذه المرة أول مرة بتشوفوني فيها، فأنا اسمي ألا أحمد وهذه قناتي. لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وكمان تشتركوا. فخلونا يلا نبدأ الفلوج. أغلب الأشجار في هذه المنطقة، هذا إذا ما كان كلها، أشجار اللوز. ففي طول الطريق بتلاقوا كثير أشخاص بيبيعوا اللوز الحيمي، وهنا أنا اشتريت لوز من عندهم، طعمه جدا حلو. اللي لاحظته انه الناس اي مكان فيه خضار واشجار خضراء بيجلسوا فيه. صح طبيعة ما اختلفنا، ولكن اقصده انه هم ما يدوروا يعني على اماكن زينا، نحن رايحين ندور على شلال، ندور على منطقة معينة، ولكن هم شافوا اي مكان فيه خضار خضرة كذا واشجار جلسوا فيه على طول. واخيرا وصلنا بعد ساعتين ونص ونحن في الطريق. انا في حالة صدمة، وين الشلال؟ انا كان في بالي انه الاقي شلال، الاقي يعني كذا نفس الاجواء اللي انا شفتها في الصور، ولكن اللي في الواقع عكس. فخلونا نشوف ايش السبب يعني انه ما في شلال، ليكون غلطنا في المكان. وصلنا الآن لمنطقة الحيمة الداخلية. فلما وصلنا للمنطقة، المنطقة ما فيهاش شلالات، جافة بسبب إنه ما فيش هذه الفترة أمطار. ففي فترة الأمطار هي تنزل الشلالات. فالآن السبب إنه ما فيش شلالات هم إنهم قطعوا الينابيع أو قطعوا العين تبع الماء الجارية، بدل ما صاروا يخلوها شلال قطعوها علشان يسقوا فيها الزراعة. حابين تجوا لهذه المنطقة تعالوها في فترة الأمطار، بيكون فيها شلال ومسبح، مدري بحيرة، المهم. أما الآن الأرض كلها جافة، وقلت لكم إيش هو السبب. شوفوا هذه اليافطة، قلبي لنا
والآن خرجنا من منطقة شلال الحيمة رايحين لمنطقة نتغدى لأنه ما لقينا مكان مناسب في الحيمة ما نجلس فيه. عملية البحث عن مكان نقدر نحن نتغدى فيه لأنه هناك نجلس يعني فيه وكذا هناك وناكل أهم شيء نحن ناكل. ما كنت حابة أطلع بصراحة بس أختي قالت تعالي شوفي المسبح هنا كان طلعت تكذب علي علشان أطلع وأتعب زيها. المهم كمان هذا المسبح بيملو من ماء الأمطار. أخيراً هنا راح نتغدى، أخيراً لقينا مكان نتغدى فيه وهذه الإطلالة الرهيبة والجو الخرافي. والآن بما أننا قريب من شلال بني مطر قلنا نروح ونشوفه. تفاجأت بأن الشعب كله هنا، صنعاء كلها هنا مرة زحمة وكمان ما في مكان نجنب فيه السيارة ولا في ماء ولا في شلال، والسبب إنه ما في أمطار فجف الشلال والأرض. بما أن الأرض جفت وما في شلالات فعوضوا الأطفال بمسبح مطاطي صغير. تشوفوا هنا في قوارب بسبب جفاف الأرض، القوارب كمان مركنة. بنيت صراحة أشوف الشلالات الاثنين ويطلع تصوير خرافي ولكن التوقيت كان غلط. معلش إن شاء الله المرة الجاية الله كتب لي عمر. هذا لبسنا الضغية وجهه كما البرج في الليل وجنا الضضرح في الخد زهره قمنا الضضرح في الخد زهره قمنا هذا زهرنا. ومثل ما انتم متعودين علي دايما ما اختم اي فلوج من دون ما اشتري ايس كريم. المهم هذا الآيس كريم طبيعي يعني من الفاكهة الطبيعية. وبكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه وقضيتوا يوم معايا من أيام العيد، وأنا أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.